الخط الهجومي بالنسبة لكابتن حسام البدري افتكر انه محسوم بشكل كبير جدا، بس هنا شايف في وجهة نظر اخرى، يعني كنت بتفضل انه يبدا مباراة كينيا بمروان، يعني نزل مروان كمهاجم؟ لا انا زي ما قلت لحضرتك هيبقى انا واخده مروان مش في القائمة، بس هو كان اختياراته يعني كان اختيارات، ما احنا بنتكلم على الاختيارات، لان انا اقصد يبقى معايا خبرة دولية. زي ما بنتكلم على محمد فتحي، على فكرة محمد فتحي مصاب عنده، محمد حمدي لاعب بيراميدز مصاب في العضله الاماميه. يبقى كده احنا ظلمنا حسام. لكن رؤيه احنا بنتكلم في الاختيارات يعني. انا يهمني دلوقتي ان انا كمدير فني ببقى اب، ببقى رحيم جدا ان انا لعيب عندي مانيش ضامن سلامته 100%. صحيح. استحاله ابدا اخده معايا، استحاله. يعني انا في 48 في 24 ساعه هيخف، يعني احنا مسافرين النهارده الثلاث، بكره تمرين خفيف، ويوم الخميس الماتش. طب هيلحق يخف امتى عشان ناخده معايا المعسكر؟ انا كان ممكن جدا يبقى مستني بيتعمل هنا فتره علاج، والماتش اللي جاي يوم 29 يبقى انا بيتمرن مع فرقته، ولما جاهز. يجي ابقى جاهز. يبقى انا كده المنتخب ما خسروش، وفي نفس الوقت انا ما عادتش النادي الاهلي وجمهوره، لان انت لا قدر الله لو اشرف لعب وتعب مردودها ايه لجمهور النادي الاهلي اللي بيمثل اكثر من 70-80%؟ ما هي دي يا كابتن عادل بقى بنسميها التحديات اللي هتقابل موسيماني في الفتره اللي جايه. ايوه، يعني انت عندك النهارده لعيب، في جزء من لعيبه الاهلي كبير جدا في المنتخب الاول، 8 ايوه، في 5 في الاولمبي، فالنهارده موسيماني عليه ضغط كبير جدا، خاصه ان انت بتلعب افريقيا بعد ما ترجع، هيبقى في وقت قليل جدا صح على 3 ابريل. أنا مشفق جدا جدا على الجهاز الفني والاداري، ومشفق جدا على اللعيبه. الناس كلها خدت راحه، 8 من النادي الاهلي ما خدوش راحه، يعني على طول على المنتخب مثلا، الى جانب المنتخب الاولمبي، الى جانب الاولاد اللي اصلا مصابين. احنا عندنا اكتر من 20 لاعب، 20 لاعب احنا داخلين على ماتش مهم جدا مع المريخ. فطبعا يعني اللعيبه بتاعت النادي الاهلي ما بترتاحش، بتيجي من افريقيا على كاس على دوري على منتخب، يعمل ايه موسيماني؟ غير موسيماني ده يحتاج من التنسيق كمان مع المدير، يعني اداره الاداره الفنيه كابتن حسام البدري، بالتنسيق خاصه مع، بنتكلم مش الاهلي بس، التنسيق مع الزمالك، لان الزمالك كمان عنده مشوار افريقي، بنتكلم على بيراميدز، التنسيق مع المدير الفني مع اجهزه الفنيه للفرق اللي بتلعب بطولات افريقيا. عمليه ديت لازم يكون فيها تنسيق كامل على المستوى البدني، اللعيبه مرهقه، اللعيبه عندها ضغوط مباريات. هل ينقصنا هذا التنسيق الكامل ما بين الاداره الفنيه او حتى الاداره الطبيه ما بين المنتخب والانديه، خاصه الانديه اللي بتلعب على المستوى الافريقي، لي يعني ممكن جدا يتواصل مع موسيماني، لا اشرف، ايمن اشرف لا متعور فلا يفضل مش موجود، ويديله برنامج او يتعالج في النادي. اول مرجع عايزه النادي يشارك مثلا عمرو السوليه، لا عمرو السوليه بيبقى له كتير مشارك مع النادي الاهلي، فايه ان احنا ان شاء الله نديله مثلا شوط او نديله ثلاث اربع مباريات. التنسيق ده الحلقه دي مفقوده ما بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وبعض الانديه خاصه بتلعب على المستوى الافريقي، مفيش تنسيق ما بينهم، يعني ما بيتكلموش مع بعض. مش انت توليت تدريب منتخبات؟ انا كنت بتعمل التنسيق ولا كنت كنا بنعمل، يعني كنا بنتكلم ده بقى الفكر، خاصه يا كابتن مع عدم كلام حضرتك في عمليه الاصابات. عمليه الاصابات دي مهم جدا، ان لما يكون عندنا لعيب مصاب ويجي اولا لازم يكون موجود في المنتخب، بيتم استدعائه، الدكتور بيكشف عليه، لا اللعيب ده مصاب، نسبه اصابته قد ايه، لا ده لازم يرجع دي بيتعالج، لان فترات المنتخب تبقى ضيقه زي ما حضرتك قلت. احنا نلعب يوم 25 وهنلعب مباراه ثانيه يوم 29، فرق المباراه 4 ايام بس، وبالتالي مش هيساعد المدير الفني المنتخب انه يستعين بهذا الكلام دوت. هل حضرتك شفته بيطبق مع كابتن حسام البدري بالنسبه لايمن اشرف؟ ما هو كابتن حسام لو راح الزمالك وراح بيراميدز وراح الاهلي، طبعا الاعلام كان او يتصل بالتليفون. انا بفضل انه بتبقى فيه نوع من الناحيه الادبيه الجميله جدا، ان انا اروح ازور نادي الزمالك او ازور نادي الاهلي. مش عيب ده مدير المنتخب طبعا، ده بالعكس، ده انا يعني انا الاب بتاع الانديه كلها والمنتخب، فده لما اروح كده واسلم على اللعيبه واتمنى لهم الفوز وهم كمان يبقوا متمنين للفوز، وبعدين لما كاميرا اعلام تجيب المدير الفني بيزور الانديه وبيحسها على
انها تديله العناصر اللي هي تبقى جاهزه، بحيث انك انت لو تفتكر 2006 و2008 و2010 لولا ان النادي لعيبه النادي الاهلي طبعا زملائهم من الانديه الاخرى، كان النادي الاهلي في قمه جاهزيته. صحيح، خدنا 3 بطولات، ولما الجيل ده وصل لمرحله معظمه ابتدى يعتزل بعد كده ما حصلناش على بطوله افريقيا، ولا وصلنا اصلا نهائيات افريقيا 3 مرات. صحيح، فالانديه هي العمود الفقري لامداد المنتخب، وخاصه صحيح. مش تحيز، النادي الاهلي بيمد زي ما حضرتك قلتي 8 عناصر كلهم اساسيين في المنتخب الاول. فانا لما اروح الاهلي واروح الزمالك واروح الانديه والاعلام يصورني وانا بشوف الحاجه دي، حتى الحته الحضاريه دي بتبقى مهمه جدا. وبعدين على فكره في باكات ليفت كتيره كويسه موجودين، كان ممكن جدا يستعين بيهم كابتن حسام. كان يعني انا مشفق على ايمن اشرف، لانه هو عايز يلعب وفي نفس الوقت هو حاسس بنفسه، لان ما حدش هيحس ولا الدكتور هيحس الا هو، الا اللي بيعاني ما هيجي يمسك ركبتي اقول اي ما قلتش اي خلاص تبقى انت سليم، الا اذا عمل اشعه، وحتى الاشعه ما بتطلعش برضو درجه الالم. طب في بعض الجمل الكابتن عادل اللي بتقول النهارده اختيار ايمن اشرف، او الاصرار خلينا نسميها يعني الاصرار على وجود ايمن اشرف بالرغم من الاصابه، انه ده يعني ضرب في الاهلي، ان انت يعني عايز تعرقل مشوار الاهلي سواء المحلي او الافريقي. الكلام ده انت معاه كابتن عادل؟ تتفق مع اللي بيقول كده؟ انا اديت مش عايز اقول المنافس او الخصم او اللي كارهني، اديله عصاية ممكن يعني يتولاني بيها. انا ليه اخد حد مصاب؟ يعني الولد ما تمرنش ولا تمرين، فانا اخده معايا ليه؟ وخاصه اصابته الخشونه دي ما بتضيعش في يوم وليله. وبعدين الاصابات بالذات لازم يبقى المدير الفني في منتهى الحرص على اللاعب، يبقى حريص جدا على اللاعب، لانه اللاعب ده قوه لا يستهان به. ايمن اشرف اساسي في النادي الاهلي بقاله 3 سنين بيلعب في اكثر من مركز، فانت ممكن تخسره بعد كده. وبعدين انت هتعمل عداوه بينك وبين الجمهور ليه؟ انت النهارده لا قدر الله لو اشرف يعني حصل اصابه ولعب وفعلا وطلع بعد 10 دقائق ولا حاجه واصيب، وبعدين يعني النادي الاهلي خسره في الماتشات المهم اللي جايه، انت عملت عداوه مع الجمهور، انت مش مفروض انك انت تعمل عداوه. كره القدم لعبه جماهيريه، لعبه بتاعه جمهور، لعبه شعبيه، فانا لما كره الناس فيا هتتمنى لي ان انا ما انجحش، على الرغم ان ده منتخب بلدي. فانت بتدي ليه عنصر من عناصر اللعبه مهم جدا، ان انا ممكن نفقده في اي لحظه. طبعا انت في فترات كان احيانا لما المدير الفني كان بيشتغل بشكل مش كويس كان احيانا ماتشات المنتخب تلاقي الجمهور يعني ما بيبقاش حريص عليه. ليه؟ لانك انت عملت الحته دي. انا كنت يعني بتمنى من حسام انه كان يسيب ايمن واي حد ممكن، خاصه ان احنا في الماتشين احنا محتاجين نقطه واحده. صحيح، مع النجوم العاليه قوي دي، احنا عندنا في خط الظهر حجازي، وعندنا الونش، وعندنا محمد هاني اللي لسه راجع من قطر وكاس عالم انديه، وكان ماسك افضل المهاجمين خط الشمال كل. فانا الباك ليفت اعتقد انه كان ممكن جدا مع الجهاز الفني اللي موجود مع حسام انه يحاول ان هو النقطه دي ما تتعديش عليه، خاصه ان عنده خبرات كتير. اعتقد يعني الكابتن حسام البدري واعي، والجهاز الطبي كمان بقياده الدكتور محمد ابو علا واعيين جدا ان مشاركه ايمن اشرف في المباراه هتكون فيها ريسك كبير جدا، وفيها خساره مش على النادي الاهلي بس، ده كمان على منتخب مصر. انت بتتكلم على عنصر كمان مهم جدا من عناصر قوه في منتخب مصر، ايمن اشرف، سواء باك شمال او سواء سيرد باك. وبالتالي في اعتقادي الشخصي انه مش هيتم الدفع بايمن اشرف. هي السؤال لو فعلا كده كان رايح في القاهره وكان عمل برنامج تاهيلي، وخاصه زي ما حضرتك بتقول في اعتقادي على المستوى الفني مصر اقوى كتير جدا من كينيا، واحنا تقريبا خلاص يعني ناقص لنا نقطه من 6 نقط او من ماتشين، فالعمليه مش مستاهله يعني بمعنى اصح. يعني شوف يا كابتن، نحسبها انت من يوم الخميس ليوم 29. صحيح، انا مش هحسبها ايام، انا هحسبها ساعات. انت النهارده لما يوم الخميس انت هتلعب مباراه، اشرف ما لعبش، فادي يوم راح. يوم هيسافروا طبعا، هيرجعوا الخميس بالليل.
الجمعة هيبقى راحة. طب سبت تمرين خفيف، الحد تمرينة عادية، الاثنين الماتش. طب أنا عدد الساعات دي كم ساعة؟ 6 ساعات 7 ساعات. إنما أنا لو سبت أيمن كان هيتمرن النهاردة، هيتأهل هيتأهل النهاردة الأربع والخميس والجمعة والسبت ويجي الحد، كان هياخد فترة. يعني أنا ببسطها للناس، مش هيقعد 5 6 أيام، لا ده أنت بالساعات 7 8 ساعات. طب أنت بتضيعهم ليه؟ كان ممكن جدا الأيام دي كلها يكمل برنامجه التأهيلي صبح وظهر وبالليل. الأجهزة والحاجات اللي تحت المية والحاجات دي عشان الخشونة، بيبقى دايما المية بتدي نوع من الاستشفاء عالي جدا. فكان الفترة دي كنت بفضل أنه أيمن كان يبقى الثلاث وأربع وخميس وجمعة وسبت وقت كبير جدا، ممكن كل يوم يشتغل مش أقل من 4 ساعات عملية التحضير وعملية الاستشفاء وعملية العلاج، بحيث أن أنا لما يرجع كابتن حسام بإذن الله تعالى وإن شاء الله يكونوا كسبانين بإذن الله، يبقى عندي فرصة لو في فرصة أنه يعني في ماتش جزر القمر يبقى يبتدي ممكن هو يدفع بيه إذا كان جاهز.